السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اسماء من قناه Everything with اسماء. اليوم جبت لكم مطلوع الكوشه. كنت عملت لكم زوج انواع من المطلوع في الطاجين عادي، واليوم راح نديروا مطلوع الكوشه. واش نحتاج الى هذه المقادير؟ نحتاج هنا الى 300 غرام من الدقيق. هنا تقدروا تستعملوا الدقيق المتوسط عادي جدا، انا هنا عندي الرقيق. هنا 100 غرام من الفرينه. اذا ما عندكش الميزان، لانه بزاف بنات يقولوا لي ما عندناش الميزان، تقدري كيما ديما نقول لك 2 كيلات مثلا من الدقيق ومع كيلة من الفرينه. نحتاج هنا الى 2 ملاعق كبيره من خميره الخبز، نحتاج الى ملعقه كبيره من السكر، نحتاج الى 4 ملاعق كبيره من الزيت، تقدروا تعوضوها بزيت الزيتون. هنا عندنا حوالي ملعقه صغيره من الملح، وزوج ولا تقدروا ملعقة كبيرة من حليب الغبرة يعني. وهنا عندي بيضة، انا راح نوجد يعني راح نحضروا في العجانة يعني البيتخا، وانتوما تقدروا تستعملوا يدكم عادي. هنا بعد يعني قبل ما نبدا لا بريباراسيون تاعي، كنت حطيت هنا كما قلت لكم 2 ملاعق كبيره من خميره الخبز. انا عندي الجافه لانه خرصت لي لا ليفور فريش. هذيك اللي عندها هذيك لا ليفور فريش تقدري تستعملي 40 غرام يعني تقريبا الكوب هذاك كامل، وكتنقصي شويه منه برك. وحطيت معاه ملعقه كبيره من السكر وخلطتهم شويه فقط من الماء الدافئ. هنا في الروبون تاعي حطيت كيما راكم تشوفوا الدقيق، وحطيت الفرينه، راح نخلطهم شويه. الان راح نحط الملح حوالي ملعقه صغيره، يعني من الاحسن نجيب ملعقه صغيره هكذا باش ما نغلطش. فوالا نضيف الخبز يعني الغبره نتاعي، نحاول ملعقه كبيره. نخلطهم هكذا بالملعقه قبل ما نبدا. راح نشوف الان الخليط نتاع لكن تفتح، يعني مش شرط انها تطلع، لكن على الاقل فقط تفتح هذيك الحبيبات. راح نصبو نحط 4 ملاعق. اولا نخلط شويه لانه يعني بعد البيتخا راح تكمل خدمتها بيدك، يعني نفس الشيء نحط 4 ملاعق. كما قلت لكم هنا تقدروا تعوضوها بزيت الزيتون. انا راح نستعمل حتى نخلط شويه. هنا راح نخلط شويه المقادير نتاعي باش من بعد نضيف البيضه تاعي، ومن بعد نبدا نضيف الماء تدريجيا. نضيف الان البيضه نتاعي، نحطها هسا ونزيد نعاود نخلط مجددا. بعد ما تتحل هذيك البيضه راح نبدا نضيف الماء الان في الماء الدافئ تدريجيا. الان راح نضيف لها الماء تدريجيا ونلقاها تلمت لي ولات عجينه. انا قاعده نصب لها لانه هذا بقى فيه شويه خميره، وين يعني كما قلت لكم تبدا تتجمع العجينه تاعي نعجنها مليح مليح واحد 7 دقائق وهكذاك، ومن بعد نرجع لكم. هنا راح تحصلوا على عجينه طريه جدا جدا، يعني كما راكم تشوفوا تكون تلصق في اليد. واش راح ندير؟ اولا راح نجبدها هنا، نحي العجينه
يعني بيدك تعجنيها مليح مليح وتضيفي الماء تدريجيا. نحاول نجمعها كما كنت تشوفوا راهي تلصق. راح ندير زوج كويرات. هنا تقدروا تضعفوا عادي في المقادير، يعني انا درت زوج فقط مانيش حنكثر. بون راح ديري شويه دقيق في البلان دو طراباي نتاعك، لكن هنا الدقيق يكون متوسط ولا خشين. انا هنا هكذا تحاولي يعني تكوريها بهذا الدقيق هكذا كما راكي تشوفي هكذا بهذه الطريقه. سمحوا لي على يديا. دونك نحيك العجينه فقط ونحطها الان في كما كنت تشوفوا في طرشون نضيف. نعاود نزيد نجمعها بهذه الطريقه. ما تخافيش حتى لو تلصق ما تخافيش منها. ونحط دقيق من فوق ومن تحت، يعني شغل نجمع به. كما قلت لكم من الاحسن انه يكون خشين. انا هنا عندي المتوسط فقط ما عنديش الخشين، ما نستعملوش بزاف على خاطر ما عليش حتى المتوسط ما عليش. ونحطها راح نخليها فقط يعني تخمر مدة 15 دقيقة، ما تحتاجش بزاف بزاف يعني راحة، لأنه راح نزيد نخليها تخمر مرة أخرى. نحاول نعدلها برك نسقمها وما نخسرش هذاك الدقيق. راح نحطه تاني في الطرشو هنا هكذا. نعاود كما قلت لكم ونحطه فوقه يعني ندردرو. راح نخليها كما قلت لكم راح نخليها مده 15 دقيقه فقط ما تزيدش، ومن بعد باذن الله نرجع لكم. هنا بعد ما ارتحت لي كما راكم تشوفوا 15 دقيقه راح نحطها كما راها هنا في البلاطو، نحطهم مع بعضهم. بسم الله هكا لينا هذه، وراح نطرحهم هكا جوست بيدي باش تعرفوا ان العجينه تاعكم يعني خمرت. كي ديري لها هكا ما تعاودش ترجع لك، هنا تعرفي بلي راهي خمرت مليح. نطرحها ديريها صغار ديريها كبار، هنا يعني واش حبيتي نتيا، تحبيها خشينه تحبيها. انا هكذا كما قلت لكم جربت لكم زوج، ثم تقدروا تضعفوا في الكميه كما نعدت لكم، فقط ضعفوا واش حبيتوا. معليش اذا قدام بعضهم هكذا ماشي حتى مشكل. درتهم هكا صغار فقط لانه البلاطو تاعي صغير. هنا تطرحيها في البلاطو تاعك، ومن بعد تغطيها تزيد تخليها شويه تطلع، ومن بعد تحطيها في الفرن ديريكتومون. هاي ليكم بعد ما خليتها ارتاحت، يعني كما تشوفوا راهي ضعفت شويه في الحجم. الان راح نحطها على فرن على حوالي 240 درجه مئويه، ومن بعد راح نشوفوا النتيجه مع بعض. هاو الخبز نتاعنا بعد ما طاب كما راكم تشوفوا، والله العظيم راهو روعه، يعني خفيف خفيف لدرجه كبيره جدا جدا، وهاهو يشهي. يعني ما حكمليش بزاف وقت، يعني جست وين ولا هكذا يعني محمر وكل شيء خرجته ديريكتومون. درك هاو ليكم، هاو هنايا هاهو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي يا ربي تكون عجبتكم، وان شاء الله كما قلت لكم تجربوها وتروحوا في المجموعه تاعي Everything with Asma وتقولوا لي باللي راني جربناها. كما تشوفوها حتى راهو تلمو راهو يعني موالو بنين. كما قلت لكم في البروشان فيديو ان شاء الله، وكالعاده نحبكم نموت عليكم.